مرحبا فيكم مشاهدينا. كل حدا عم بيشوفنا اليوم بحلقتنا ليوم الاثنين وبأولى حواراتنا الصباحية عم بيشوف مجموعة من الدمى، هيك بنرجع بذاكرتنا، هيك بنتذكر ألعابنا، بنتذكر طفولتنا، وأكيد بنتذكر مسرح الدمى أو العرائس. مثل ما شفنا عرف مسرح الدمى والعرائس منذ زمن طويل عندما لجأ إليها الفنانون بمحاكاة شخصيات حقيقية عن طريق الألعاب، فقد أخذ هذا الفن موقعه الخاص بين الفنون وكان سحره الخاص للكبار والصغار، فقد ما زال هذا المسرح موجود رغم قدمه وعراقته وما زال سحره موجود لدى الأطفال وخاصة عند الأطفال بشكل محبب، ولجأ إليه كثير من المربون والمخرجون وذلك لإرسال رسائل تربوية بالإضافة إلى جماليته القائمة على إبداع ذاته. كذلك مشاهدينا راح نكون مع العاملين بمسرح الدمى او مسرح العرائس، ما هي العلاقه الوثيقه بين مسرح الدمى ومسرح العرائس وبين العاملين؟ هل هي اخلاصهم في العمل وتفانيهم في هذا المجال ام هم متعلقون بهذا المسرح بهذا المجال بهذا الفن؟ وما هو سر بقاء مسرح الدمى رغم عراقته ورغم قدمه؟ بعد هالمقدمة الطويلة لريم، رح نحكي اليوم عن مسرح الدمى ونستضيف فنانة مصممة ومخرجة مسرح عرائس. اليوم رح تحكي لنا عن تجربتها بهذا المجال، وقد أحضرت مجموعة من الدمى معها لنحكي عن مسرح العرائس. بنرحب بالسيدة أميرة سلامة معنا اليوم. أهلا وسهلا فيك سيدة أهلا. أميرة، شو بتريدي؟ نحن رأسا أخذنا منك لك. أهلا وسهلا فيك سيدة أميرة. أهلين أهلين بالبومة الحكيمة وبالكلبون الذكي. تمام. هي الألعاب، الواحد له لقب الخاص. وأهلين بالسيدة لبابا وبحضرتك. اهلا جميلة. شكرا. عم نعرف نحركهم ولا كيف؟ إيه لا تمام، هو التحريك اسهل شيء. اسهل شيء بس بقى هو الفكره اللي وراهم هي البقى. تمام. طبعا لناخذ فكره عن مسرح العرائس بشكل عام سيده اميره. هلا مسرح العرائس بالنسبه للطفل هو المفاجاه، هو الفرح، هو الترفيه، التسليه. يعني انت عم تفاجئيه من لا شيء بيطلع شيء، وبعدين هو بيحس انه هي اللعبه حيه، يعني كأنها بتسمع. يعني مرة عم أقول لهم أنه على لعبة ما عم تسمع كلمة أمه وتلعب حد البيت، وبتطلع بتبعد عن البيت، بيقوموا بيصيروا بينادوا لها بيقولوا لها رجعي رجعي اسمعي كلمة أمك، فهي بتتابع الطريق. بيقول لي يا أنسي أميرة ليش ما عم تسمع؟ يعني عم تحاكي الصغار من خلال هيدي الدمى. أكيد هي ما في مسرحية ما بيكون لها هدف، وبقعد أنا بتأمل الهدف اللي بدي أقدمه نفسيا وتربويا واخلاقيا، لانه هو المسرح منظومه تربويه اخلاقيه اجتماعيه وجماليه وفنيه، والدمى اللي بيستخدموها الاطفال اللي هي محببه لهم يعني بشكل عام. هلا هن بعد كل مسرحيه كل واحد بينقي دور من المسرحيه اللي قدمناها. انا باخذ الحلزون، انا باخذ الضفدعة، وكل واحد بيأدي الدور اللي شافه بمسرحيه الدمى. هي هون جمالها، انه بحس حاله فعال، بتقوى شخصيته، بتقوى ثقته بنفسه. كتير مسرح الدمى حرام ما يكون بكل مدرسة وبكل روضة، يعني هو أساس، فليش حبيتيهم كتير. رجعنا للطفولة. حلوين. هلا شوي تانية انتي بدك تحركي لنا اياهم يعني بشكل احترافي وبرافقهم الصوت طبعا والتعليق بقى حسب المسرحية وحسب الأدوار. ايه يعني مثلا هي السمكة ألفنا لها غنية. هلا في موسيقى بيكون معي بالروضة. ايه بس هلا هيك يعني أداء. تفضلي. انه أنا سمكة صغيرة عم أسبح كرمالك، بدي بعد أكبر بعد تتصيدني بشباكك، عالشط ناطر يا صياد ومدد لي السنارة، مستني قرب تمي وأعلق بأكلاتك، من المي بتطلعني وبالسلة بتحطني وعلى البيت بتاخدني وبتطعميني لأولادك، ولك صحتين وألف صحة ما برضى يجوع أولادك، زعم في وديلي الصغير بحركن كيف ما بدي، رايحة جاية بالميات الشاطر بياخدني، شط كبير كتير كتير وبزوراقك لاحقني،
وبنرجع من عيدة. شيء حلو. ومثلا هذا العصفور، هلا هي ما بعرف هذا نوراس، انا عملته عصفور، ما عندي عصفور وبحاجه جدا لعصافير، فبقول بعمل تمثيليه ولد بينام وبيجي العصفور هيك بيغني له الولد، حابب شباكي عصفور مهضوم وزغتور، بيفيقني عند الصبح بيتمرجح ويدور، ما بلحق صير عنده شوي بيخاف وبيروح، اطول بالك يا عصفور انا فيك مسرور، بعرف شو تحب يا عصفور الشجر والزهور، بتحب الموسيقى كتير قفص بابه مكسور وقفص بابه مكسور. ايه انا هيك بحب بعرف. حلو. هلا بالنسبة لهالاشياء انا ما كان عندي ولا لعبة. في عندي صديقة اسمها ماجي اتسي، يا ماجي بدي احكي لهم عن الزرافة، بتركض ماجي، شو نعمل؟ يلا مفوت الجرابات بالاستديو. برافو. يعني ماجي هي مثل مثل ملاك الالعاب، بتساعدني بكل شيء بالمسرح، يعني هي السلحفات الماما، هي السلحفات الماما طاقيه من ترانشكوت. كمان ماجي هي اللي صممتها، يعني انا بقول لها ماجي هي بتصير زلحفه، فماجي بتنفذها بطريقه كثير دقيقه. بالروضة، بروضة الينبوع مثلا، الأباصي، النسرين، سكيف، مبارح نسيت لعبي بالروضة هي جابت ليون، يعني كل الأشخاص بيدعموا فكرة مسرح الدمى، وخاصة بالروضة عندنا، يعني ضليت هلأ شي سنتين أبونا باصيل عمل لي مسرح وخشب وكل شي، ومن وراء انا بطلع وبحكي الاولاد مع مسجله مع موسيقى مع الاغنيه مع النكته، لانه حرام يكون المسرح بس تلقيني ومباشر وعظ. طبعا هو فن، صحيح، فهو فن قائم بذاته، يعني حرام اذا ما عنده شغف الانسان ما يقرب. هذا السؤال كنت بدي اسالك يا زت اميره، انه ميزات المسرح وخاصه مسرح الدمى، وفي اللي كثير عم تهتم بهذا الموضوع، برايك هلا مسرح الدمى او العرائس هل بيعتمد على المؤلف؟ يكون انت مثلا انت ملمه بكل شيء، لازم يكون مؤلف، لازم يكون مخرج صوت، بيستعين بكذا كاركتر بالاصوات، ميزات نجاح المسرح الدمى برايك ما هو؟ هلا ما في شك الفكره اللي ورا اللعبه، يعني هلا بحط لك مليون لعبه بس الفكره اللي وراها هي اللي لازم تكون مميزه. هلا صحيح انا بكتب، بس في بالمدارس ما بيكتبوا، ما نون مؤلفين. طيب بيجيبوا قصه، قصه حلوه، قصه مثلا ليلي والدبب السلاسه، يعني معروفه، في قصص عالميه معروفه، يفتحوها يشوفوا شو الشخصيات الرئيسيه اللي بقلب هالقصه، ثلاث دبب، طيب بجيب ثلاث دباب، لعبة سهل اني اجيب لعبة. حرام، يعني في اشياء القصة والفكرة، في مليون قصة لكريستيان اندرسون، معلي في مكتبات بقدر استعار منها، مكتبة الاطفال العمومية ملانة قصص حلوة، وفيهم يلاقوا منها فكرة، فيها جاجة طلع جاجة، انا اي قصة بلاقيها حلوة بشوف شو شخصياتها بفرزون على جنب. هلا بقول لازم روح على البالي جيب اللعبه عبت ناديلي، بروح بلاقي التمساح، انا عندي قصه كان على التمساح وما عندي شخصيته، عملت لي ماجي من طبق البيتزا تمساح بس دغري انكسر، طب بدي اعمله لصف ثاني وثالث وهيك، فمشيت بهالطريق بلاقيه ناطرني للتمساحة. صحيح غالي بعت له الهنا. بس انه هذا رح اعطيك اياه، يعني لقيتي جاهز ولا انت لقيتي شيء من البالي؟ بالبالي للالعاب لقيته مت، بس انت بقى بتلاقيه بتحطي له جيب؟ انا بحط له ايه عشان تحركي له لكن كلهم انا وماجي بنشتغل يعني. يعني هاي بديريها بتصير عباد الشمس، زهرة عباد الشمس، ديريها برميها للجهه الثانيه، ايه هي زهرة عباد الشمس. ايوه مثلا هيدا الحلزون عملت، نزلت بمجلة أسامة قصة الحلزون زنزون والضيوف الثقلاء، هذا لقيته
جمعية يمكن المعوقين أو التوحد اشتريته من عندهم، بصير حية مثلا هيك، بصير حية. حلو. هلا الأولاد بيطير عقلهم لما بتنزليه لتحت هيك وبتوع الحية، بيقعدوا بيضحكوا. يعني لازم أي حدا عم يشتغل مع الأطفال ما تفوتوا هاي الشغلات، لأنه أنت شو عم تعمل مع الأطفال؟ عم تفوت تعمل له درس أخلاق، يعرف كيف يتعامل معهم بطريقة صحيحة. إيه لازم يفكر تمام شو اللي بيفرح بيفرحه، شو بيرفهه للطفل. الطفل جاي مضغوط نفسيا، إما من عائلة متزمتة أو ما بعرف، يعني فيه عنده مشاكل. هلا بغض النظر اذا لو ما عنده مشاكل، هذا فن ومن حق الطفل انه يتقدم له هذا النوع من الفن. بالنسبه للاصوات اللي غالبا بترافق اللعب، يعني احيانا ممكن تكوني انت تعملي اكثر من شخصيه، او ممكن حدا يكون عندك فريق صغير تأدوا اكثر من صوت واكثر من شخصيه. عائلتي عملتها فريقي وسميناها لمة فرح، عندي ثلاث بنات هلا هن هندسه معلوماتيه وطب اسنان. حلو. وكانت كليه اعلام سنه ثالثه بنتي، وهلا ادب فرنسي سنه ثانيه. كلنا عملنا فرقه اسمها لمة فرح، هن بيتدخلوا بالتفاصيل التقنيه وعندهم اصوات اقوى من صوتي، انا بنبح بسرعه. فعملنا نشاط بمكتبه الاطفال العموميه اسمه بيت الدمى. ايوه. وقدمنا اربع مسرحيات وكثير نجحوا يعني. بس انشغالهم هن بهالعلم وكذا خفف لي شوي كفرقه. ايه بس ما بيمنع انه انت عندك لحالي كمان عندك كادر، يعني سواء من الدمى من الممثلين عندكم صار خبره بهذا المجال وهذا الفن. حقيقي. يعني هو اللي هو صاروا قله كثير، مثل ما قالت ريم، يعني قليلين اللي بيتعبوا هذا التعب. بالله هذا كيف صوته؟ يعني هذا شو بيحكي؟ هذا من الحيوانات البحريه. هذا الاخطبوط. الاخطبوط يعني مثلا هالسلحفات الماما لما بدها تروح على الشاطئ بدها تحط البيوض مشان تصير ام قبل ما تصير ام، تعمل لنا المشهد. وهدول البيبيات تبع ضروري مره ثانيه رح نجيب كل فريق معك. هي طاقيه جاكيت ابن جيراننا، فطلعت اسمها جارتنا مندولين. اميره انت مو بتشتغلي بدك هيك شيء؟ ايه هاتي اي شيء عندكم. فهدول كثير بينبسطوا فيهم الاولاد، بيكونوا عم يبكوا اول ما يجوا على الروضه. فبعمل انه هي عم الماما عم تدور على روضه الشاطئ. وبتسأل كل الحيوانات البحرية انه ما بنضيع الشاطئ، انه يا حضرة الاخطبوط هل تعرف اين الشاطئ؟ الشاطئ بعيد جدا ولكني سأبحث عنه معك. وبيروحوا هيك بتضل مع الحيوانات البحرية. في ما جبتهم كلهم الحيوانات البحرية، الدلفين بيدلوا هيك بتعرفين على كل الحيوانات البحرية. الدلفين، الفقمة، والحوت. المهم بتوصل بالنهاية على الشاطئ، بيسألوها كلهم لماذا؟ بعدين البيوض بتحطها على الشاطئ وبيطلعوا منها هدول وبيروحوا على روضة السباحة، دغري بينزلوا على المسبح. هيك بصير هو يلاقي حاله بالروضة مقبول، ما بطل يبكي انه اذا الزلحفة راحت على الروضة بلا بكي. لا انا بدي روح ابكي. حلو. هيك كثير حلو. بتحمليها يعني رسالة دائما. هلا في القصة. تمام. القصة، قراءة القصة لازم تكون مبتكرة. يعني مثلا صحيح قصة الديك وحبة الفول الكل بيعرفها. بتعرفيها؟ فإذا هلا بيقولوا جاع الديك وحطت له الجاجة وأكل بسرعة واختنق لا، بدك تقولها بطريقة شوي مثلا هذا جوعان وهي مرته الجاجة. هلا ما لقيت ديك لعبة، عملنا هيك في رفيقة اللي اسمها شانتال من كم سنة هيك هي صممت لي اياهم، هدول من شي 5 سنين. فإذا بيقول لها كوكوريكو كو جاج رائعة معدتي جائعة تقرع الطبول، وهل أنت سامعة؟ باك 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 سامعة ولك سامعة، وحبات الفول جامعة. اتفضل يا أبو سيسان رح خلي بطنك مليان مشان تفيق من بكير بصوت العالي هالجيران. كوكوريكو كو يا جاج خلي لي ياكي خاصة لما بتكاكي، مو حلوة العيشة بلاكي ولك سبحان اللي سواكي.
وبياكل بسرعه بسرعه. قلت له لك كل على مهلك، لا تتعجل، حبيت الفول ما بتطير ولا بتروح مشاوير. روحي من هون يا عجعجو، لا تنزعي لديكو مزاجه. وهيك يعني ما بيصير استسهل انه قدامي طفل ما بيفهم، انه استسهل يلا شو ما عملت له هذا ما بيفهم. تقنعي له، ما تقنعي بينصرف عنك. يعني الشباب بدهم غنية، قال مع شي دمية. شو ممكن يكون في هلا؟ في واحد شرير هون عندك شرير؟ هاتي هذا له غنية. هذا ما شرير يا أنسل وبابا، والله بزعل منك. هذا شبين هذا؟ هذا لك هذا مختلف، عملاق مختلف. عملاق. بس هذا قبل ما طلعوا أنا بشرح لهم للولاد إنه هو عايش بالغابة لحاله وزعلان لأنه مختلف وبيفكر ما حدا بيحبه. فأنا بدق عليه الباب وبطلع بقول له للولاد شو ما حرام اذا مفكر حاله ما حلو يضل لحاله؟ بيقولوا لي حرام. ليلو يطلع لو بتطلع ما حدا بيحبني. ولك كلهم بيحبوك، بيصيروا كلهم يقولوا له منحبك منحبك اطلع. حلو. بيطلع شوي شوي حتى هيك. تغيير مفاهيم انه الشخص مو حلو يعني مو شرط ما نحبه تماما يعني. فبيطلع هيك شوي شوي وبتصير القصه انه هو بيساعد حدا. فبيغني بالاخير بيقول نعم شو الغنية نسيناها. ايه بيقول حافي حافي وقلبي صافي بنطوة على الحفافي، أخذوا مني جراباتي مني لا تخافوا لا تخافي، وإذا زارني إنسان غريب بنيمه وبعطي الحافي، مين ما طلب مني رغيف ابدا ما بقول له ما في، اذا عطشان قلبي ينبوع بليلك انا مثل الشموع، جوعا بردا او حزنان صوتك عندي كتير مسموع، ايدي بايدك يا صديقي نمسح دمعة كل موجوع، انت معي وانا معك وما حدا من الشجرة مقطوع، انت معي وانا معك وما حدا من الشجرة مقطوع. هون بينطوا الأولاد كلهم بصيروا بدهم يبوسوا. صحيح شكله شرير بس قلبه طيب. هلا ما عندي شرير 100% ولا عندي طيب. حلوة حلوة هالقيمة التربوية. هلا نحن هون عم نكشف كل الكواليس يعني هاي هذا الفن. بس انت لما طبعا عم تطلعي للطفل انه بيكون في مثل المسرح في وانت بس الدميه مبينه ما عم بيعرف مين عم يحكي مين عم بيقول. بس عم بطلع بطلت هالقصه لانه لقيت اولا بيكون 3-4 سنين بجوز يوقع بجوز حدا عم يعمل شغله وانا ما شايفتهم، قررت اطلع انا واللعبه واعمل نفس التمثيليه. ويشوفوكي. شي بطلعوا من ورا الثواني ما ببين، شي بطلع انا واللعبه، المهم اني يكون حاضره 50% 60% بين لغه فصحى والعاميه يعني. حلو. هلا ذكرني هذا الشيء يا ست لبابا بالحكوات اللي معه صندوق ومعه لعب وعم بيحكي بايده هيك معي في لعبتين معي خيطان. ايه ما جبتهم لانه بيتشبكوا كثير مع بعض وبتقعد بنتي بقى ميريام بتهلك لتفكي. هو في خيطان وفي بالقفاز في خيطان. حلوه الخيطان كثير بس في لها مشاكل، هدول اسهل. هلا ست أميرة بدنا نحكي عن مسرح الدمى والعرائس بوقتنا الحالي، قد ايه بتحسي انه ايه شبيه لسحر العرائس الدمى او مسرح الدمى والعرائس ايام زمان؟ قد ايه هو باقي رغم وجود تقنيات حديثه؟ قد ايه هذا الشيء بتحسي عم بيتفاعل معه الاطفال ويتعايشوا معه؟ هلا هو صحيح الكمبيوتر هو طغى بس ما رح يقدر يمسك اللعبه من الكمبيوتر ويتسلى فيها، هون عم يركض لعندي انسي انا هي يعني بصير عجقه عندي حتى بخانقهم رجعوا لمحلاتكم انا بنقي لكم مين يقوم. فانا وصغيره كنت احضر مسرح دمى بالتلفزيون، الله يخلي لنا التلفزيون
ويخليكم بهيديك الايام كانوا يحطوا مسرح عرائس بجنن بجنن يعني ضل اثره بقلبي لحد هاللحظه. ومشان هيك قررت احيي بطريقتي. انا ماني دارسه بقرنه. كيف انا ما عم بعرف حركهم منيح ماشي حالي؟ هو هاي المهرج اللي يعني الشخصية اللي كتير محبوبة. هذا أنا المهرج بضحك كل المتفرج، بزقف إيدي التنتين وبرجلي بطشطش، بيحبني الكبير والصغير والنحيف والمعجعش. هاي تصفيق للست أميرة من المهرج. هذا السعدان المشاغب إذا بتعملي له هيك تحركيه من ظهره هيك بيحرك ايديه. ايوه الاثنين بيحركوا. ايه لانه هو بيحرك اثنين وبيجوا على راسه كمان. ايه بيضرب على راسه مزعوج. إيه. يعني لا عم ينط من غصن لغصن. إيه. وعندك الدبب هدول كثير رائعين اللي شافك. حلو كثير. يعني عالم نحن عم نقول اذا انت الاطفال عم بتشديهم وهيك، نحن هلا حسينا حالنا هيك انت عم تحكي وانا وريم عم نسمعك. مثلا هالشموسه ما الشموسه حكينا عنها. ايه الشموسه هي شوشو. ايه هي شوشو الشموسه. الى اغنيه الشموسه نختم. ايه باغنيه الشمسه ونتفائل مع الشمس. طلعت يا ما احلى. هو انا مألفت لها شغله. يا شمسي يا شموسة ضوي قلبي قدوسة، انت كريمة وناشطة بتستاهلي مني بوسة. هلأ بس غيب بالليل ما بتتضايقوا؟ مهما غبتي بهالليل القمر علينا بيضوي، ما بتنسي ولا نجمة بتفيقي تنادي باسمي وبتقلي لي صباح الخير وصباح الخير لبابا صباح الخير وهكذا. صباح النور. حلو. عندنا مثلا هاي كان عيد الميلاد طار عقلي لما شفتها، فورا اشتريتها لانه في ساحره وبدها مكنسه كان. فلقينا لها المكنسه وعملنا لها حلو سكتش. وانا ملاحظه انه قد ايه بتحبيهم انت. ايه عم تتعامل بطريقه محببه. عم اقول لك امبارح يعني ظهري وجعني وانا دور وين الدباب هذا. تاريني نسيانه كيس بزاويه بالمسرح. فاتصلت بالروضه وركضت نسرين بسيارتها، ركضت بالسياره وجابت لي اياهم. حسيت عن جد مثل اولادي، بس يضيع واحد بزعل. حلو. هذا عمو حلو كثير. نحن يعني نوجه تحيه كمان لكل فريق عملك اللي ذكرتي اسمائهم هلا ما نسيتي حدا، اللي سواء اللي صمم واللي يعني بس ما ذكرت معك. في الي صديقه بالمانيا عرفت انه انا بحب اعمل هيك، فهي مثلا هي الساحره بعثت لي مجموعه اكثر من 20 هيدا منهم. بيفوت بالايد اسمها دارين احمد. ولا هي بعثت لي اياهم مع ناس جايين من المانيا وبكل ثقه سلمتني مجموعه ثمينه. تمام حلو. بنوجه لهم كلهم تحيه وبنتشكرك كثير اليوم لحضورك انت وهالدوما الحلوين اللي هن مجرد ما انه انت وفريقك تمسكون بيتحولوا هيك الى شيء ينبض بالحياه، بيحبوا الاطفال والاهم فعلا انه هو رساله تربويه موجهه لاطفالنا. نحن كثير متشكرك ونتشكر اللي لا زالوا عم بيتابعوا بفنون صارت من الندره يعني صحيح التعامل فيها. فكثير متشكرك سيده وسلام. اميره سلامه لحضورك معنا ويسعد صباحك. شكرا. يا هلا اهلا. شكرا لكم لاستضافتي وشكرا لقناه اوغري.